أقوى خمس ألعاب في فئة السيرفايفل لسنة 2019، انتقيتهم من خيارات عديدة. يلا نكتشفهم مع بعض، معي أنا خضر من سانين جيمينج. نبدأ مع رقم 5، Little Devil Inside. هي عبارة عن Open World RPG Game بتطورها شركة نيو ستريم، واللعبة رح تكون متاحة قبل نهاية سنة 2019 على منصات PS4, Xbox One, PC و Mac. على عكس الشكل المضلع والصغير لشخصيات باللعبة، فهي اللعبة هائلة الحجم، بتتيح لك تجربة استكشاف عوالم عديدة، بتقطع فيها صحاري وبحور وثلوج، بتترافق طبعا مع تنفيذ مهمات كتير بتخلي اللاعب متابع ومندمج بالقصة. القصة بتبدأ بأنه الشخصية الرئيسية بيكون موجود بمدينة اللي هي بتمثل المين هاب اريا، بيكون فيها شخصية تانية اللي هي البروفيسور. البروفيسور بيوصفك لاكتشاف العالم، وبالتالي انت بتطلع بمهمات، ولما ترجع بتخلي البروفيسور على اطلاع بكل الاكتشافات، وممكن يطلب منك قطع فنية معينة. خلال المهام مطلوب منك انك انت تجمع موارد للبقاء، وكمان تصنع اسلحتك وادواتك وتطورها، بالتالي اللعبة بتجمع بين البقاء والاكتشاف. اللعبة بتتضمن كتير اسلحة، منها قريبة المدى ومنها بعيدة، اللي انت راح تستخدمها بمواجهة الخصوم. الخصوم باللعبة مختلفة وعديدة كتير، مثلا في منها صغير وفي منها هائل الحجم، تستخدم بمواجهتهم أسلحة متنوعة. كمان اللعبة بتتيح مثلا اختيار كوب للحيوانات، مثلا جمال أو قوارب أو حتى قطارات. على ما يبدو اللعبة واعدة جدا، وممكن تكون واحدة من أفضل ألعاب البقاء للسنة. أنا بصراحة متحمس لتجربتها. وهلأ مع رقم 4، رافت جيم. رافت أو بمعنى الطوف، هي عبارة عن لعبة بتحطك أنت وأصدقائك في عرض المحيط في مغامرة ملحمية للبقاء على قيد الحياة. بتقطع فيها رحلة طويلة بالبحر، بتجمع الأنقاض الطافية على سطحه لتصنع لحالك طوف وتكبره، وهذا الطوف يمثل ملجأك الوحيد، بس لازم تحذر لأنه أسماك القرش قاتلة. اللعبة بتبلش على سطح طوف من قطعة واحدة، بتكون عليه وحيد أو مع لاعبين آخرين حسب اختيارك. ومثل ما ذكرنا سابقا، بتجمع الأنقاض عن طريق خطاف في داء الصنع، وبتكبر الطوف وبتحط عليه التجهيزات. فينك تكبر الحجم على قد ما بدك، ما في حدود، وفي خيارات عديدة للتجهيزات فينك تختار منها، مثل صنارات صيد وشراع ودف التوجيه وأحواض لجمع الأنقاض وحتى أحواض زراعة. وباعتبار اللعبة لعبة بقاء، فمطلوب منك أنك تاكل وتشرب بفترات متقاربة، وهذا الشيء يعني أنك أنت لازم تزرع وتغلي مي وتطبخ. ولكون صريح معكم، الموضوع صعب جدا. اللعبة فيها جزر صغيرة مهجورة فينك توقف عليها وتتزود بمواردها، وكمان بتتضمر تغيرات مناخ مثل الضباب والأمطار. اللعبة إلها نهاية مفاجئة ومميزة، بس ما رح أحرقها عليكم. باختصار، اللعبة ممتعة جدا وفكرتها جديدة وما زالت في طور التطوير. اللعبة موجودة على متجر ستيم ب 19.99 دولار. وعنا بالمركز الثالث لعبة Dead Side. لعبة بقاء جديرة حتما بالذكر، لأنه على ما يبدو اللعبة ستكون قادمة بقوة قبل نهاية السنة، والإعلان موجود فعلا على متجر ستيم. نمط المواجهة بيعتمد على Third Person View، وهو شيء رائع لمحبين هذا النمط، بالإضافة أن الجرافيكس والويبن أنيميشن على مستوى عالي جدا. اللعبة راح تحتوي على 50 نوع مختلف من الأسلحة النارية، كل واحد فيها بيتميز بتفاصيل حقيقية بالصوت والمدى والذخيرة وطريقة التلقيم. كمان رح تحتوي اللعبة على مخابئ وورشات تصنيع وتطوير للأسلحة. القصة رح تكون كالتالي: الفريق الأول هو فريق تدخل مهام خاصة، وفريق تاني هني عبارة عن قطاعين طرق. ما في عدد محدد للاعبين، أي لاعب فينو يشترك بالإيفنت يلي رح تكون أقرب لجلوبال إيفنت على أكثر من سيرفر. أكيد الماتش ممكن يستمر ساعات طويلة وينتهي بالقضاء على لاعبي أحد الفريقين بشكل كامل. اللعبة واعدة جدا وبتستاهل تجربتها. في المركز الثاني، World War Z. لعبة تنافسية بفئة الشوتر، تعتمد على منظور Third Person View، متاحة على منصات مايكروسوفت، ماك، PS4، Xbox One. بتتيح لك مواجهة ويفز من الزومبيز عن طريق سكواد من 4 لاعبين. تتميز بخرائط مفصلة لمواقع بمدن مثل موسكو أو طوكيو، تعطيك انطباع عن حياة ما بعد نهاية العالم. موجات الزومبيز بتكون هائلة، وبتستمتع بإقصائها باستخدام أسلحة فردية أو أسلحة ثقيلة ومتفجرات لتأثير أكبر وأسرع.
بالإضافة لوجود Death Match Mode بتواجد فيه لاعبين حقيقيين، بس مع وجود قطعان كبيرة من الزومبيز عم تركض وتهاجم بكل أنحاء الخريطة. لعبة بأفكار اعتيادية إلى حد ما، لكن تنافسية وممتعة جدا لتنلعب مع الأصدقاء. وهلأ منوصل للمركز الأول بلا منازع، لعبة Ancestors The Humankind Odyssey. لعبة بتطورها نفس الشركة المطورة للعبة Assassin's Creed. بغض النظر عن المبدأ والفكرة، هي واحدة من أقوى الألعاب لسنة 2019، متاحة حاليا على الإكس بوكس 1 وممكن يتأجل إطلاقها لل 2020 على ستيم ستور. هي قصة تطورية بيبدأها اللاعب كقرد بفترة 10 مليون سنة قبل الميلاد، والهدف منها أنه يحافظ على نسل مستمر لفترة مليونين سنة قبل الميلاد. وخلال هالفترة بيتعلم كل الأساسات العملية والاجتماعية والفكرية وبيحولها لخبرات سكيلز ممكن تنتقل من الآباء للأبناء من خلال حلقة تطورية. الخريطة مهولة الحجم وبتنتقل فيها بالتدريج، وبتحتوي تفاصيل غير معدودة من حيوانات وأشجار ومفترسات يلي رح تضل تهاجمك بشكل مستمر. الاستمرار والبقاء بيعتمد على تنظيم الأكل والشرب والنوم والاعتناء بالإصابات، وطبعا والأهم التعلم. كل ثانية بالحقيقة بتحاكي دقيقة واحدة باللعبة، بالإضافة إلى قفزات كبيرة بالشجرة التطورية بتخليك تتجاوز فترات زمنية طويلة. مع كل جيل جديد من القردي في عندك احتمالية للتطور. الانتقال من منطقة للتانية أقرب ما يكون بأحجية، تتطلب كتير مجهود، ولما توصل لمنطقة جديدة راح تواجه نظام بيئة جديد كليا بكل محتوياته. بالمختصر، البقاء والاستمرار بالإضافة للتعلم هو الهدف من اللعبة. أكيد تجربة ما بتتفوت لأي شخص كان. وهيك بنكون وصلنا لنهاية قائمة ألعاب البقاء لسنة 2019. بتمنى تكون نهاية أعجابكم. شكرا لمشاهدتكم. ألقاكم في حلقة قادمة. سلامات.